بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. فيديو خاص بالأولى متوسط، ملخصات ملخص شامل لدروس الأولى متوسطة الخاصة بفرض شهر جونفي. نتمنى أن الفيديو يليق إعجابكم، وكذلك أنكم تستفيدوا منه. الملخصات هي مفتاح النجاح. أنا ما نقدرش نجبد كراسة التلميذ كامل وما نعرفش واش راه كاتب، ونقعد نقرا في الدروس ونعاود نفهمه. الو تكون عندي الملخص واجد، نستند عليه وننطلق. نبدا اولا بالنص. النص عنده نمط وعنده طبيعه، عنده نوع وعنده اسلوب. النمط إما يكون سردي أو وصفي، يحكي ولا يصف. وبالطبيعة إما يكون علمي، نص علمي، أو يكون نص أدبي، شعر أو نثر. والنوع إما يكون شعر كقصيدة، ولا يكون نثر كنص أو مقالة. وأسلوب النص إما يكون خبري، ولا يكون إنشائي تكثر فيه الأسئلة والتعجبات والاستفهامات. هذا واش نقصد به. هذا بالنسبة للنص. نروح الآن للمحسنات البديعية. واش هي المحسنات البديعية؟ الطباق. الطباق إما يكون بالإيجاب، لفظ لأبيض على أسود. هذا فقط مثال، لا أبيض، لا فضة لأبيض على أسود، كل شيء كيف كيف. الأبيض موش داير كي الأسود، بصح لا فضة على واحد لآخر، هذا يقول له طباق الإيجاب. عندي الطباق الثاني هو طباق السلب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هنا هذا السب، الذين يعلمون مش كما الذين لا يعلمون، فرق شاسع في كل شيء. هذا الطباق نقوله طباق السب. المقابلة. المقابلة هي جملة عكس جملة، مثل قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل هذه الجملة راها عكس هذا الجملة، هذا نسموه المقابلة. لاحظ بأنها جملة عكس جملة. الشيء الآخر الجناس. الجناس كاين جناس تام، يعني نلقوا زوج كلمات عدد الحروف كيف كيف، تركيب الحروف كيف كيف، تشكيل الحروف كيف كيف، عدد الحروف كيف، كل شيء كيف كيف. نعطيك مثال، يقيني بالله يقيني، هذه يقيني وهذه يقيني، بصح هذه يقيني معناها إيماني، وهذه يقيني معناها يحفظوني، يعني إيماني بالله يحفظوني. كلمة هنا يقيني وكلمة هنا يقيني، هذا جناس تام، زوج كلمات عندهم من نفس عدد الحروف، نفس التشكيل، نفس النطق، يختلفوا في المعنى، هذا سموه جناس تام. الجناس الآخر هو الجناس الناقص. هو الجناس الناقص. واش نقصد بالجناس الناقص؟ الجناس الناقص الكلمات كن نكتمهم بلا تشكيل ما نعرفش نقراهم، كي نشكلهم يختلف. مثلا هنا الشعر والشعر، هنا يختلفوا في التشكيل، هذا سموه جناس ناقص. كل نحيد التشكيل كل واحد ينطقها باسلوبه، بصح كي نشكل نشوف الاختلاف، هذا سموه جناس ناقص. هذا الشعر وهذا الشعر. نروح للسجع. واش معناها سجع؟ هي توافق الحروف الأخيرة. مثلا قال الله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود. نلاحظ السجع وراه موجود، هذا نسميه السجع. نظن راه لحد الآن الفيديو راه واضح. أدوات الربط، الأسماء الموصولة هي مثل التي، الذي، الذين، اللذان، اللتان، اللواتي. الاستثناء مثل سوى، إلا، ما عدا، وكاين وحد أخرين. حروف العطف مثل الواو، على، والفاء، وثم. التعليل، لذلك، ومهما، وهذا ما يؤدي. الترتيب، أولا، ثانيا، في البداية، في النهاية. هذه نسميها أدوات الربط، الأسماء الموصولة، والاستثناء، حروف العطف، التعليل، والترتيب. وين نروح الآن؟ نروحو لجمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم. جمع المذكر السالم، جمع مذكر السالم عندما يكون فاعلا يكون مرفوعا بالواو والنون. حرث الفلاحون الأرض، هذا هو جمع مذكر السالم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو والنون. عندما يكون مفعول به ينصب بالياء والنون. رأيت المعلمين، المعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء والنون لأنه جمع مذكر سالم. اسم مجرور، الجمع مذكر السالم يجر بالياء والنون أيضا. التقيت بالمهندسين، المهندسين اسم مجرور وعلامة اسم مجرور ب وعلامة جره الياء والنون لأنه جمع مذكر السالم. جمع المؤنث السالم عندما يكون فاعل يرفع بالضمة. قدمت المعلمات الدرس، المعلمات جمع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. عندما يكون مفعول به ينصب بالجر نيابة عن الكسر. رأيت الطبيبات، الطبيبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة، هنا نيابة عن الفتحة، يعني الفتحة ينصب بالجر نيابة عن الفتحة. إذن الطبيبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ونقول ينصب بالكسرة الجر أو بالكسرة نيابة عن الفتحة. اسم مجرور، عندما يكون اسم مجرور يجر بالكسرة. مررت بالمجتهدات، المجتهدات اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. الدرس الآخر هو همزة الوصل، همزة الوصل التي هي ننطقها ولا نكتبها في أول جملة، ننطقها وما نكتبهاش، مثل موجودة في ألف واللام التعريفية، المعلم، التلميذ، القمر، هذه الألف واللام في البداية ما نكتبش فيها الهمزة، هذه همزة وصل. وكذلك ابن، ابنة، امرأة، اثنان، السم، هذه كلمات ننطق الهمزة ولا نكتبها، هذا ما يسمى بهمزة الوصل. كي نشوف كلمة كي نقرها نقرها بالهمزة وما نلقاهاش مكتوبة الفوق. كذلك في فعل الأمر، الفعل الثلاثي ولا الخماسي ولا السداسي، اشرح، انتظر، افترس، استخرج. هذا بالنسبة لدرس همزة الوصل. الخبر وأنواعه، عدنا إما يكون اسم واحد ظاهر، الشمس مشرقة، مشرقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو يكون جملة اسمية، المدينة هنا مبتدأ، هذا هو خبرها، شوارعها واسعة. كل هذه الجملة في محل رفع خبر المدينة. جملة فعلية، المعلم هو المبتدأ، يكتب الدرس هي جملة فعلية في محل رفع خبر. شبه جملة، الشيخ هي مبتدأ،
في الحديقة هي جار ومجرور. الجار والمجرور نسميه بشبه الجملة، نقول وشبه الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. كان وأخواتها، أصبح، أمس، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، ما بارحة، من فك. إن وأخواتها، عد إن وأن للتوكيد، ليت للتمني، لعل للترجي، ولكن للإستدراك. وعدنا المفعول المطلق. المفعول المطلق هو مصدر منصوب يؤخذ من لفظ الفعل، مثل هو الذي يشرح شرحت الدرس شرحا وافيا. هذه الكلمة أخذتها من هذه الكلمة وهي منصوبة، إذن هذا مفعول مطلق. نتمنى أن الفيديو لاقى إعجابكم، أفدكم، استفدتم منه. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.